Pacan etaj. Mafia da uvrši na nje. Etaj. Aba to... Etaj, etaj. Viš velek, viš nuvek, vi se helek, bhebek. لليوم لم يفلس أي مصرف ولم تضع أي وديعة. يا الله ما أهتموني على مين هيدا مين أيضا هيدا سليم سفير بجبالك بجنوبك بسهلك بحبك شو بعد شو بعد في نكر ليكي مثلا هيدا الغاية الأساسية من هذا الاجتماع هو البحث في الوضع الأمني خصوصا في حلول فصل الصيف حيث يتوقع أن يكون الموسم السياحي واعداً مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج. كيسك ميشيل عون الرئيس عن جد الرئيس الجنرال العماد الكل العماد ميشيل عون كل اللبناني عم يرجع ما حدا عم بفل أنا كله إنه ويلكم باك بارتيز ولا وحدة فروال تسأل شو بني ماشي مشو اللي ما بني ريادي هيك بس كيف عم ياخد تان هلا ايه منظر ما أنا منك هلا بس يجي الموتور بعد في نص ساعة يجي يعطينا اياها ساعة من اول ضو بس لانه عدو الكمبيوتر مش رح نسمع لا هيك ما رح تاخذون في هذا الاجتماع اليوم هو لنضع حدا لهذا الفلتان بتسعير الدولار من منصات سوداء لديها اهداف مشبوهة وتدفع البلد نحو الانفجار بعدنا بأنفجار يا الله تشيرز مين هيدا؟ حسان دياب هيك أصلا بيقول قصص كتير لذيذة بحبك يا لبنان يا عدساني اللي ما بيقدر يدفع حق التنكة حيبطل اللي يستعمل سيارة بنزين بيستعمل شي تاني شي تاني؟ لدي نكتة تانية سنرفع الدعم عن البنزين لأن الفقير لا يملك سيارة مظبوط عن جد قدي مهضوم راؤول نعمة مش مهضوم ما تبقى انتصار كتير لذيذ راؤول فيك حكومة تصريف الأعمال على كل من هو قادر أن يعمل أن يعمل صح أو لا يحصل على البطاقة التمويلية ها حزورة؟ لا لا آنك أوكي ليك شو مهضوم فادي عبود وزير كيوت ليك عم يضحك بالصورة أنا الطائفة والطائفة أنا احذري مين أنا الطائفة والطائفة أنا الطائفة أنا جبران بسيط هو قال جبران بسيط في كلمة متلفزة 20 حزيران 2021 هلا بديك نعزمه لعنا على البول بديك هو بالباترون لا هو عنده كل الباترون فور هيم عنده كل الباترون شو بديك لكن حيجي على البول عنا حبك يا لبنان كل اللبنانيين معهم دولار كاش كلهم يعني كلهم بعدين عم بتحسسني كأنه واحد رايح يشتري رغيف خبز وما عم يقدر يشتري رغيف خبز ولا محمد الحوت محمد الحوت عن جد جران مسيو تري جران مسيو محمد كثير اي لاف يا لبنان يا وطني بحبك